زعماء من مختلف البلدان يلتقون لتطارح هموم السياسة والاقتصاد والاجتماع، لكن هذه الجلسة شهدت موقفا خرج عن المألوف ستحتفظ به ذاكرة الكثيرين، أتراكا وعربا ومسلمين، غربا وإسرائيليين. الجالسون إلى الحوار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. بيريز يشرح وجهة النظر الإسرائيلية في الحرب على غزة، يطيل في تبرير مقتل المئات موجها نظراته إلى أردوغان بين الحين والآخر. الكل ينصت وأردوغان يأخذ الكلمة ليرد على كلمات بيريز وإيحاءاته. سيد بيريز، أنت أكبر مني سنا وتحدثت بصوت عال جدا، وأعلم جيدا أن ارتفاع صوتك بهذا الشكل هو تعبير عن نفسية متهم، لكنني لن أتحدث بصوت عال مثلك، وأعلم هذا جيدا. عندما نأتي للحديث عن القتل، أنتم تعرفون القتل جيدا. أنا أعلم جيدا كيف قتلتم الأطفال على الشواطئ في غزة. في إسرائيل اثنان من رؤساء حكوماتكم قالوا لي واحدا من أهم التصريحات، وهو عندما ندخل إلى الأراضي الفلسطينية على ظهر دباباتنا نشعر بسعادة غريبة. عندكم رؤساء حكومات يقولون هذا الكلام. وأستطيع أن أعطيكم أسماء هؤلاء، لا تقلقوا. وأنا ألوم الذين صفقوا لهذا الظلم، لأن التصفيق لقتلة الأطفال وقتلة البشر باعتقادي هو جريمة إنسانية أخرى. في هذا المكان لا نستطيع إخفال الحقيقة. أنا دونت الكثير من النقاط، لكن ليس لدي الفرصة لأجيب عنها. فقط سأتحدث عن نقطتين. سيدي رئيس الوزراء، لا نستطيع العودة إلى البداية لو سمحت لي. لا تقاطعني. في المادة السادسة من التوراة تقول لا تقتل، لكنكم تقتلون. أنا أشكرك جدا، أشكرك جدا. بالنسبة لي لقد انتهى دافوس، لن أعود إلى دافوس مرة أخرى، وأعلم هذا جيدا. أنتم لا تفسحون لي في المجال لكي أتكلم. بيريز تحدث ل25 دقيقة، وأنتم سمحتم لي بالتحدث ل12 دقيقة، وهذا لا يجوز. عمرو موسى المتابع في صمت للمواجهة يقوم لتحية أردوغان المغادر الغاضب، لحظة ارتباك عاشها موسى قبل أن يدعوه بانجيمون للجلوس مجددا. موقف مشبع بالرمزية، سرعان ما وصلت أصداؤه إلى الشارع التركي، الآلاف يتدفقون إلى المطار لاستقبال من يرونه بطلا دافع عن مشاعرهم الدينية والقومية، ولم يبع معاناة غزة وأهلها ولو بمجرد الصمت.